ازاي اتغلب على الشك اللي هو الشك اللي كان في يوسف واليقين، ازاي اؤمن ان انا فين وربنا موجود. اي مشكلة بتبدأ واي ضيقة بتبدأ بتشككك في محبة ربنا، بتشككك في الحاجات اللي انت استلمتها وانت عارف انها صح. فبدل ما تجري من ربنا او تهرب منه اجري عليه. اجري ايه؟ عليه. ما يمكن الضيقه دي او التعب هيقربك من ربنا. دي ممكن الضيقه والتعب دول يخلوك تتعمق في العلاقه مع ربنا، وربنا هو اللي هيظهر لك الحل. فايد ربنا بتسند اي انسان لو لجا اليه، حتى لو لجا اليه في الشك والغيره ومهما يكن. فالصلاه تطفي نار النفس، وهكذا ايضا الثقه بالرب. الصلاه تطفي نار النفس، وهكذا ايضا الثقه بالرب. دوري لما اقع في الشك ايا كان نوعيه هذا الشك، انك انت تحط الامور في ايد ربنا. ولو الشك جواك يزيد تصلي ربنا وتقول له اعن يا رب عدم ايماني، انتظر الرب ليتشدد وليتشجع قلبك كما قال داود. انتظر، اصبر، اصرف لربنا، واثق ان ربنا هيظهر الحقيقه او يشيل الشك من قلبك حتى لو جه الهزيع الاخير.